بحضراتكم من جديد في رأي عام. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن المعاناة اللي بيشعر بها معظمنا لما بيحجز تذكرة قطر، وخاصة أهلنا في الصعيد، وخاصة قبل الأعياد والمواسم اللي بتلاقي فيها طوابير قدام شباك التذاكر وبتزدهر زي ما بيجي لنا يعني شكاوى، بتزدهر السوق السوداء في تلك الأوقات. الخطوة اللي احنا نتكلم عنها أو التطور اللي احنا نتكلم عنه قد يقضي على كل هذه المشاكل. تطبيق أبليكيشن بينزل على التليفون، من خلاله أنت بتدخل وبتحجز تذكرتك، سواء رايح اسكندرية، رايح المنيا، رايح سوهاج، الأقصر، أسوان. التطبيق ده أطلق امبارح بمناسبة أعياد 6 أكتوبر، طبعا كل سنة وحضراتكم بألف خير، وبدأ العمل بالفعل من امبارح. هل سيقضي هذا التطبيق على المشاكل اللي بتظهر في أوقات كثيرة جدا، في معظم الأوقات خلينا نتكلم بصراحة وما نجملش الصورة، ولا لا؟ أيضا من ضمن الخطوات اللي بتشهد تطوير الأطورات بتاعة النوم. الأطورات بتاعة النوم دلوقتي في حاجة اسمها توب في اي بي، في أطورات في اي بي دلوقتي، في حاجة اسمها توب في اي بي اللي يمكن أصدقائنا وضيوفنا السائحين بيستخدموها علشان يروحوا الأقصر وأسوان. إزاي بيتم ده كله؟ إزاي ممكن أنت تحجز تذكرة عن طريق الابليكيشن؟ إزاي تحجز تذكرة سواء كانت في قطارات عادية ولا قطارات اللي هي توب في اي بي؟ تطوير قطارات النوم وصل لحد فين؟ هل ده مقدمة علشان قطاع السكة الحديد يتطور ويضاهي مثيله في الخارج ولا لا؟ أسئلة كتير هنحاول نعرف إجابتها من خلال لقائنا مع ضيفين كريمين بيشرفوني في الاستوديو. المهندس خالد عطية، رئيس شركة ترانس اي تي التابعة لوزارة النقل، أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور باشمهندس. سيادة اللواء محمد نصر الله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات النوم بهيئة سكك حديد مصر، أهلا بحضرتك يا سيادة. أهلا بك دكتور. بنفكر حضراتكم أنه بإمكانكم المشاركة في استطلاع الرأي على صفحاتنا اللي ظاهرة دلوقتي أمامكم على الشاشة. هل أنت راض عن مستوى الخدمة اللي بتقدمها سكة الحديد، نعم أم لا؟ هل تتوقع تحسن خدمة القطارات بعد تطبيق تجربة الحجز عن طريق على الطرق أو الطريق الإلكتروني عن طريق الابليكيشن، نعم أم لا؟ هنعلن طبعا نتيجة الاستطلاع قبل نهاية الفقرة، لكن قبل ما نبدأ المناقشة مع الضيفين الكريمين خلينا نشوف فيديو توضيحي لتطبيق حجز تذاكر القطارات. We'll be right back.
طيب ده فيديو توضيحي بيبين لنا ازاي ممكن نحجز تذكرة قطر عن طريق هذا الابليكيشن. عشان كده سؤالي الاول للبشمهندس خالد، يعني فكرة انك انت تحجز تذكرة قطر يعني موجودة في معظم دول العالم المتقدمة، يعني ازاي وصلنا لهذا التطبيق؟ هو لحضرتك طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هي الفكره نفسها في اصلا نظام مركزي لاداره تذاكر اسطول السكاحي بالكامل. النظام المركزي ليه قنوات، منها قناه زي الشباك التذاكر، زي الحجز اللي عن طريق موقع الهيئه السكاحي مصر، واضفنا قناه جديده اللي هي قناه الموبايل. دي قنوات متعدده، وفي 3 4 قنوات تانيين ممكن لو في وقت ممكن نتكلم عليهم. في قناة اللي هي أجهزة تي في ام زي كوسك ماشين، دي موجودة في المحطات، وإن شاء الله يعني ده توجه حتى من دكتور الشام وزير النقل، قال اللي موجود في المحطة نقله أماكن عامة زي الأندية، وبدأنا فيها فعلا. في قناة اللي هي مثلا وكالة البيع سيلز ايجنت، زي ما بره حضرتك في الفندق ممكن تحجز تذكرتك بالمترو بالحركة بالباص عشان تقدر ترجع تاني أيا كان، دي كلها عبارة من جوه الأوتيل، بتوفر وقت. بتوفر طب وقت. هناك بيوفر وقت، احنا عندنا هنا هل ممكن مش بس نوفر وقت، هل نقضي على السوق السوداء، نقضي على تحكم بعض موظفي يعني التذاكر من زاوية الضمير؟ لا هو الحقيقة يعني بأمانة مش بدون بصرف نظر عن إلقاء الاتهام، السوق السوداء موجودة مش هنقول لا. احنا بنحاول مع الهيئة، بنجاهد ان احنا نحارب الموضوع دوت بكذا طريقة. يمكن السنة اللي فاتت الهيئه مع ترانس اي تي نجحوا انه يخلوا مثلا موضوع السوق السوداء اللي كان منتشر قل بنسبه مثلا حوالي نجحوا 80%، بدليل ان قبل كده كان مثلا التذاكر بتتاح في السيزون مثلا زي حضرتك قلت في المقدمه في الاعياد، المواطن بيخش عشان يحصل تذكره من 9 9 ونص يكون خلاص ما فيش تذاكر. العيد اللي فات والعيد اللي قبله ثلاث قاعدة الأضحى فطر أضحى، التذكرة كانت تكون موجودة 9 بالليل و10 بالليل. فهما نجحوا إداريا مع بعض الأنظمة المكملة. تطبيق موبايل أبليكيشن أعتقد بقى يبقى هيعالج كذا موضوع. يمكن حضرتك كنت بتتكلم قبل كده مثلا الأسعار والأسعار الخضروات، كنت سامح حضرتك الأسعار المواطن، أنا هنا النهارده مش بقلل سعر تذكرة ولا زيادة تذكرة، أنا بقلل مجهود ووقت وفلوس المواطن. أنا كمواطن النهارده أنزل من أي مكان في مدينتي عشان أوصل للمحطة، مصاريف ومجهود ووقت وإشغال للمرور. أكيد. فهي فيها مميزات كتيرة جدا. جميل جدا، هنتعرف على بعض هذه المميزات، بس خلينا أروح لأطارات النوم. أنا كنت ليا تجربة يمكن لسه كنت بقول لسيادة اللي هو من حوالي 10 سنين ركبت مرة واحدة بس قطر النوم من القاهرة للسوهاج. هل يعني الشكاوى من قطارات النوم او خدمه قطارات النوم اللي كنا بنسمع عنها دي اختفت دلوقتي؟ بكل صراحه ما اقدرش اقول لحضرتك اختفت تماما، في بعض الشكاوى بتيجي ليا ولكن قلت جدا. بتنحصر الشكاوى اللي بتيجي للشركه، طبعا عندنا في اداره كامله للرد على الشكاوى يوميا، وانا بنفسي برد على جميع الشكاوى. بمجرد ما بتوصل لي شكوى بتواصل مع الشاكي، بيبقى معظمها خارجة عن إرادة الشركة من حيث بعض المشاكل في القطارات. حضرتك تعلم تماما مدى يعني تهالك القطارات أو يعني كبر سنها، فبيبقى في بعض المشاكل إذا كان في جرار اتأخر شوية أو في تكييف فصل أو حاجات من هذا القبيل. شكاوى بالنسبة للخدمة التي تقدم على قطارات النوم برضو يعني لا تعد 1 في 1000 أو أقل من 0.5% من إجمالي الركاب اللي أنا بنقلهم يوميا. كان الشكاوى برضو في نوعية الأكل، في مدى النظافة، مدى الخدمة اللي بتقدم للعميل. أنا حاولت خلال الفترة اللي فاتت دي كلها أراوند 3 سنين تقريبا، ومجرد ما توليت قيادة الشركة كنت ببص هدف الأول والأخير العميل أو الراكب اللي بيركب معي. أنا بقدم خدمة للجمهور والجمهور بيدفع فيها فلوس كتير، فكان لازم يحس بالخدمه دي. ولما بيحصل اي مشكله لي بيبقى سعيد جدا الراكب لو انا اهتميت بيه ورديت عليه. طب اساتذه لو احنا اللي بنعرضه دلوقتي ده قطارات النوم الجديده مش كده يا فندم؟ بامانه هذا القطار بيعمل من سنه 80 يعني عمره حوالي 38 سنه ولكن بالمحافظه فندم على القطار والخدمه اللي بتقدم فيه وتطوير الخدمه، ولو بنحاول نحافظ عليه بالشكل ده.
في عندنا القطارات اللي هي في نوعين من القطارات، في قطارات ألماني وفي القطارات. طب اللي عمل صيانة للقطر ده وأظهره بهذا المظهر الحلو، يعني أنا بقول لحضرتك قبل الهوا بقول لك أنا بحب أسافر بالقطر في روسيا. تمام. يعني لما سافرت من موسكو لفولجاغراد لما لعب منتخبنا مع السعودية رحت بالقطر 18 ساعة. تمام. بس كنت مستمتع. تمام. يعني قطر فيه كل حاجة. بالقطر ولا الماتش؟ لا بالقطر. لا الماتش لا طبعا ما استمتعتش. يعني القطر فيه كل حاجة، فيه مطعم، فيه طبعا يمكن الكابينة اللي أنا كنت فيها كان فيها دوش، يعني فيها شاور، تاخد شاور. يعني المستوى الجودة الكواليتي رائعة. هل قطارات النوم عندنا يعني يمكن أن تصل إلى هذا المستوى؟ يمكن إن شاء الله تصل وتفوق هذا المستوى كمان. حضرتك بالنسبة للخدمة اللي بتقدم للراكب في العربية أنا بقدر الإمكان بشوف طبعا أنا قريت الدنيا كان فيها إيه، شكل العام للقطر كان شكله إيه، في حاجات قلت لحضرتك مشتركة ما بين الشركة الوطنية لعربات النوم وهيئة السكك حديد مصر. الحاجات اللي عليا شخصيا بحلها وبصلحها وبغيرها من تقديم مفروشات، تجديدها، البطاطين، الفوات، الأدوات اللي بتقدم، نوعية الأكل اللي بتقدم بغيرها أول بأول، وحاجات كل ما هو مسؤولية الشركة الحمد لله قدرت أن أنا أطوره وحسنه تماما. والستاف بتاع القطر مثلا يعني معظم اللي هيستخدموا القطرات للسياح. تمام. يعني لا سياح ومصريين. أنا طبعا ما بقدم الخدمة للسائح أو للمصري بنفس الكواليتي. الاهتمام بالعنصر البشري كان مهم جدا جدا، من أول حاجات اللي حطيتها في اعتباري أول ما توليت قيادة الشركة أن أنا أحاول أدرب هؤلاء العمال. هم طبعا فيهم ناس خبرة عالية جدا جدا لأن الشركة من سنة 60 مثلا وبتعمل قطارات النوم في السكة الحديد. في ستاف كبير جدا كان مؤهل ومدرب. طعمناهم ببعض الستاف الجديد من ذوي المؤهلات العليا، سياحة وفنادق وخلافه، اديناهم بعض الدورات انجليزي وخدمة راكب والحمد لله بيقدم خدمة جيدة. طب باشمهندس خالد، يعني زي ما حضرتك قلت انه الابليكيشن بتاع حجز التذاكر بدا امبارح. 6 اكتوبر. 6 اكتوبر من امبارح لغايه النهارده. لا بصراحه الريتم شارف جدا جدا. يعني بصراحه ما كنتش متوقع لان كان في فتره تجريبيه في العيد الاضحى وقلنا هنعمل ستوب ونقيم ونعيد. امبارح 6 اكتوبر لغايه في لمده 24 ساعه اعتقد اللي عمل انستاليشن وداونلود حوالي 23000 ده ريت كويس جدا جدا مع ابلكيشن جديد بالشكل ده. تنصحني ان انا اعمل ابلكيشن؟ ان شاء الله ولو ايفون النسخه بتاعته ان شاء الله تنزل كمان من 10 ايام اسبوعين بكتير. اللي نزل اندرويد عشان هو الموست يوز في الدوله يعني. انما في ابلكيشن الايفون كمان ينزل 10 ايام او اسبوعين بكتير. انصح 100% حضرتك كمواطن بتاخد حقك بشكل يحافظ على مجهودك واحترام وادميتك وتعرف في الاخر ان في شفافيه في التعامل. بمعنى ايه؟ ودي نقطه مهمه جدا. انا من الابلكيشن ممكن اعرف كم كرسي باقي. بالظبط دي اهم حاجه بالزبط. في كم كرسي موجود وانا محتاجه او مش محتاجه. ولو زيرو مفيش كراسي. هي على فكره من ضمن المقترحات والنهارده كان في اجتماع الناس بيزودوا عدد الكراسي فعلا للموضوع دوت. الناس كتير دخلت تحجز قالوا ايه ما لقيناش فحد حجزها ثاني يوم. فانت شايف الموضوع بشفافيه. زائد الابلكيشن مش هتروح لبتاع الشباك تذكر يقول لك ما عنديش. حتى الشباك الابلكيشن نفسه برضو بيديك امكانيه انك انت لو داخل على الشباك بتعرف انت عايز رحله رقم كذا الساعه كذا. السيستم نفسه بيقول لك الابلكيشن بيقول لك في 20 مقعد فاضي او زيرو. هو هيحلف لك برحمه خالته انه لا لا ما فيش خلاص. ما النهارده يقول لحضرتك الداتا بتتكلم صح. معلش يعني ما النهارده قلنا كل حاجه واحد يطلب منها ما هنحاول نقفل. صحيح. بنزق الناس عشان في الاخر الخدمه تبقى صح. وانا مش عايز اظلم برضو بتاع الشباك. لا مش كلهم بس هاخد من حضرتك برضو جزئيه صغيره. انا اصلا انا من الصعيد يعني بسافر كتير فانا يعني عارف. لا هي كان في معاناه طبعا مش هنكر ومش هننكر كلها. بس في نقطه حضرتك قلتها في الاول برضو تخص الست لؤي محمد معانا. احنا النهارده بنعمل ايه؟ في تقدم او في مشروعات ضخمه اللي كوزاره نقل وبالذات خاصه السكه الحديد في مشروعات ضخمه جدا جدا تطوير اذا كان السكه اذا كان اشارات السيجنالنج اذا كان في عربات كتيره جدا في جرارات كتيره جدا. اللي بيحصل النهارده من جميع الاطراف ان هم بيجهزوا نفسهم. انا مثلا كمثال كترانس اتي مسؤولياتي في بعض الموضوعات من ضمنها تيكتنج وريزرفيشن المفروض انا بجهز نفسي النهارده عشان ان شاء الله سنه ونص سنتين لما كان الاسطول يكون موجود
انا بكون جاهز. سيد لو محمد برضو نفس الكلام بيجهز ادارته الشامله لما يتوفر له العربيات اللي حضرتك بتقول اللي بنحلم بيها. يبقى الاداره جاهزه وواعيه تعمل ايه مع الجديد. جميل جدا. طب الاداره بتاعتكم بتكسب بتخسر؟ الشركه فندم الشركه قصدي الشركه بتكسب ان شاء الله. حضرتك الشركه انشئت في 2008 بدات العمل كشركه وطنيه فعلا باداره جديده 2010. تمام. 2010 ده كان اول عام للشركه، حققت مكاسب 28 مليون جنيه في 2010 بدايه عمل الشركه. بس ليه بيقولوا في 2015؟ انا اقول لحضرتك اعتبارا من 2011 حتى 2015 منيت شركة بخسائر كتير جدا وفضلت متدرجة. من هل عشان الأحداث اللي حصلت؟ أكيد أثرت الأحداث اللي حصلت. يعني إجمالي الخسائر في الفترة دي 100 مليون جنيه بسبب طبعا أحداث الشهر اللي حصلت والتصورات والأحداث اللي أثرت على السياحة والركوب السياح وهكذا وأحداث أخرى كتير دي سببت في خسائر الشركة. يعني كان 2015 كانت 20 مليون جنيه، 2014 كانت 30 مليون جنيه، 2013 كانت 28 مليون جنيه. قلت لحضرتك مرة اعتبارا من 2016 بدأنا نبص على الشركة كويس جدا ونعمل موازنة للشركة، والحمد لله حققت المرجو منها. في نهاية عام 2016 كان مكاسب الشركة 16 مليون جنيه بعد خسائر 20 مليون جنيه في السنة السابقة ليها. ده بفضل حاجات كتير، تعاون جميع العاملين في الشركة، إعادة هيكلة للشركة بالكامل، استحداث إدارات جديدة داخل الشركة، تولي الوظائف القيادية لشباب وخاصة من العنصر النسائي، كان ليهم يعني فكر جديد وفي موضوع الحجز حق المرأة كمان فندم، حق المرأة في دورها. تمام. بالنسبة دخلنا جميع البرامج، الشركة كانت طبعا تدار قبل كده ورقيا بالنظام العادي التقليدي. تعاقدنا مع الشركة احدى الشركات المحلية، طبعا كان المهندس خالد كونسلتنت بتاعنا معاهم، لان كان ايرادات الشركة ضعيفة جدا، ما اقدرش اشتري البرامج الغالية زي الساب وزي الحاجات اللي هي موجودة في شركة ترانس. بس في سؤال يعني معلش ستلو، يعني هل انا كسائح ولا انا كمصري عايز استخدم او اشتري تذكرة قطر نوم هعرف ازاي؟ هل ده متاح؟ ده متاح فندم، انا متاح من 2015 موقع الشركة على الانترنت اللي هو وطنيه سليبنج ترينز. لا ما هو يعني اللي جاي من السويد مش هيعرف وطنيه يا فندم، يعني اللي جاي من اوروبا يعني مش هيعرف موقع الشركه. بس هل يعني انا قصدي هل انتوا بتعملوا دعايه بتسوقوا المنتج بتاعكم؟ تمام فندم. يعني من ضمن الإدارات بطرق يعني غير موقع الشركه. انا بلغت قلت لحضرتك عدت الهيكله، وكان منها استحداث اداره جديده هي اداره التسويق. دي انتشرت على مستوى الجمهوريه بالكامل، جميع شركات السياحه تواصلنا معاها، جميع المواقع من خلال الاتصالات والايميلات اتصلنا بالمواقع الشركات السياحيه في الداخل والخارج. بمجرد فندم ما تدخل على تكتب قطر النوم بس او الاقصر اسوان يظهر قطر النوم اول حاجه قدام حضرتك. كان بدانا من 2015 فعلا الحجز كان اراوند 30 واحد فقط بيحجزوا في الشهر، متوسط 30 واحد. انا شهر 9 اللي فات ده فندم حجزنا حوالي 1200 راكب على الانترنت، كلهم معظمهم جنسيات جديدة. دخلت لأول مرة الجنسيات الأمريكاني، دول أعلى جنسيات اشتغلت معاهم، الأمريكان ثم الإنجليز وجنسيات أخرى. تمام جدا. طيب بالرجوع لمسألة الابليكيشن باشمهندس خالد، إذا كنا احنا بنشتري تذاكر دلوقتي والتذكرة بتبقى في إيدي كده وبروح أقعد على الكرسي ألاقي راكب تاني ماسك نفس التذكرة بنفس رقم الكرسي، طب الابليكيشن هيحل المسألة دي ولا هيعقدها؟ اولا دي كانت مشكله موجوده فعلا، تكرار بس النهارده اعتقد في السنه دي ما تكررتش نهائي. يعني حل مشكله ان الاثنين ركاب معاهم نفس المقعد ما بتحصلش، الا لو في تلاعب من اخرين. اخرين اللي هم مين؟ ممكن يكون مواطن نفسه. اقول لحضرتك ازاي المواطن نفسه، انا حاجز تذكره من القاهره لاسوان ما لقيتش حجز، فاخدت القرار لاسوان كلمت اللي هو محمد انا هنزل في سوهاج وممكن تكمل انت بيها، والسيستم ما يعرفش الكلام دوت، السيستم ممكن الكرسي فضي وكان كله في حجز، مش يعني في اسباب. انما النهارده ما اعتقدش
بس برضو نرجع تاني للتطبيق دوت، ايه اللي هيفيد فيه؟ يمنع الكلام ده خالص، لان دلوقتي في فاليديشن على رقم قومي، رقم كرسي، رقم عربيه، رقم رحله. وعلى فكره حضرتك بتتكلم في موضوع التسويق، لو محمد نصر لازم يخش في التطبيق عشان ده هيفيده جدا في التسويق على فكره، يعني هعمل لك دعايه كويس. فهي لا، في مميزات. انا حاكم الموضوع دلوقتي في التطبيق دوت مع انتشاره ومع زياده الوعي. اول النهارده حضرتك بتقول مشكله المواطن في حصول على تذكره او تذكرته تكون غلط. النهارده المواطن لما يتاهل معايا خطوه خطوه ان هو مش يمسك غير تذكرته المكتوب عليها اسمه رقم قومي، هو نفسه هيتعود على كده. النجاح الموضوع بيجي جراد وامنيا متهيألي برضو، يعني 100% امنيه طبعا للمواطن. يعني بره احنا ما نقدرش ان احنا نشتري تذكره قطر مثلا الا لما يكون معاك الباسبور. الباسبور بالظبط ورقم الباسبور نفسه. طب ازاي انا مثلا يعني مثال عايز اسافر من القاهره لاسيوط اعمل ايه؟ هو الابلكيشن موجود حضرتك، بتعمل اولا بتعمل داونلود للسيستم انستول على الموبايل وبتعمل اكونت. لازم الاكونت، لازم الاكونت. كان في مشكله في الاول الناس مش عارف الاكونت، وهو كمان حليناها معاهم. بيعمل اكونت، بعد كده خلاص بقى السيستم عارف دكتور عمرو رقم قومي ورقم موبايل والداتا بتاعته بالايميل. هاي بتخش على السيستم كده تستعلم، تحجز، بتختار اليوم اللي انت عايزه، بيجيب لك جميع الرحلات وكل رحله فيها كم مقعد فاضي. تختار الرحله اللي انت عايزها. امتى ممكن يحق لي ان انا الغي حجزي في اي وقت فلوسي؟ وبعد الحجز، وبعد الحجز، وبعد الحجز تلغي في اي وقت. بس يعني مش زي الطيران مثلا لما قبل السفر ب 24 ساعه المفروض ان طبعا قبل الرحله، قبل بس اتلغى الحجز بتاع حضرتك، اتلغى الحجز حسابك بيرجع اوتوماتيك زي ما دفعت اوتوماتيك فيزا او ماستر او اي اسلوب اي بيمنت، يعني هيرجع لك اوتوماتيك على الحساب بتاعك برضو مع خصم بعض الرسوم. ادي عشان برضو تكون واضحه، انا تذكرت 100 جنيه في رسوم بتخصم مني في الاطارات. طيب الاطارات اللي هي الفي اي بي دلوقتي في توب في اي بي، تمام. ايه الفرق بقى حضرتك؟ توب في اي بي دي خدمه لقطارات النوم فقط او لشركه عربات النوم، عربيات جديده استحدثت في الهيئه فنزلوها مع القطارات الاسباني والالماني القديمه اللي موجوده عندنا. حضرتك استكمال الكلام المهندس خالد بخصوص الحجز والابلكيشن، احنا طبعا بعد ما عملت برامج لربط الشركه بالكامل جميع ادارات الشركه، برضو عملنا برنامج حجز الكتروني لربط جميع مكاتب الحجز على مستوى الجمهوريه. انا عندي اكثر من 15 مكتب حجز على مستوى الجمهوريه بالكامل. كان لازم الناس دي كلها تشوف بعض، والناس كلها تشوف القطار المسموح به وعدد العربيات المتاحه وعدد الاسره المتاحه. القطر اللي احنا عارضينه ده ده قطار التوب في اي بي يا فندم، ده مش قطار، هي مجموعه عربيات توب في اي بي. ودي بتتحجز في الشاشه كده زي الطياره كده، زي في البيزنس يعني. بامانه دي فعلا زي كورس طياره بالظبط، بخدمه فندقيه غير عاديه. طبعا في فعلا شاشه بتقدم عليها افلام خلال الرحله، في سيرفيس اكل متقدم. الحمامات بتبقى نظيفه حضرتك، ممكن هتشوف الحمام في الفيلم طبعا لانه يعني لا فهي في الدفع دي مشكله والله يا ست انت عارف هتشوفها يا فندم، مش ده هنشرح يعني. حتى في الدرجه الاولى لا دي يا فندم هتلاقيها ممتازه جدا جدا جدا. دي عربيات جديده فحماماتها ممتازه. العربيات القديمه يعني بنحاول بقدر الامكان تبقى نظيفه، هي صحيح قديمه متهلكه ولكن نظيفه، متوفر فيها الميه الصابون وخلافه وادوات. حضرتك لما تقول قديمه ومتهلكه بتخوفني. لا يا فندم ما تخافش، سيادتك جرب. ها سيادتك جرب. انا بجرب بس ان شاء الله. خدمه جيده جدا وتستمتع معنا برحله ان شاء الله طيبه يعني. طيب باشمهندس خالد، يمكن يعني زي ما انا قلت في المقدمه انه قبل الاعياد بيبقى في ضغط على الحجز، يعني ازاي هيحصل توازن ما بين الحجز عن طريق الموبايل ابلكيشن وشباك التذاكر العادي؟ هو حضرتك حاليا كل قناه ليها حصه معينه من عدد الكراسي. ان شاء الله يعني على اخر السنه يكون كل القنوات بتبص على حصه كامله. ان شاء الله دي من مهيدة مع سكه حديد وبتدرس بيها كاحصائيات، بحيث انا كمواطن خدت من اي مكان عن طريق الموبايل خدت الكرسي بتاعي من شباك تذاكر اوكي. وفي في جهات اخرى يعني مثلا بعد كده ممكن مع شركات الاي بيمنت، مش عايز اقول امثله كده اسمها شركات، ان مثلا البريد المصري داخل معانا في الشراكه، ان في ناس ما عندهاش لا موبايل ولا انترنت ولا هوصل له في المركز عنده عن طريق البريد، هيكون عنده برضه شاشه. يعني الوسائل كلها بنعددها، بعددها ليه؟ كل ده عشان يكون كنترول
باي دي بتاع راكب والراكب ياخد تذكرته بتاعته هو. جميل جدا. في احصائيه ست اللي هو يعني عدد المصريين ركاب المصريين اللي استخدموا قطارات النوم وعدد السياح، يعني احنا دلوقتي كنا بنعرض صور او فيديوهات للسياح. اللي بيتعرض قدام حضرتك ده يا فندم ده فيلم مصوره راكب اجنبي ومعاه زوجته او صديقته وسافروا، وحضرتك تسمع الكلام اللي هم بيقولوه، فعلا مستمتعين جدا بالرحله ومستوى الخدمه اللي تقدم معاهم. التذكره بكم من القاهره لاسوان؟ للمصريين ب 400 جنيه 400 جنيه 400 الى 450 جنيه. تذكره الطياره الاجانب بكم؟ الاجانب 80 دولار. لا تمت في فوق ال 2000 تقريبا، فوق ال 2000 جنيه للطيران دلوقتي. دي شكل الوجبه يا فندم اللي بتقدم على القطر اهي. وده الرحله دي كان في شهر 2/2018، انا ما صورتهاش، انا منزلها من على اليوتيوب. يعني دول اتنين ركاب اجانب مبسوطين من الرحله، فبيقدموا بي 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 بيشرحوا للناس لو ركبوا قطر النوم في مصر هيتبسطوا. طب والله دي دعايه حلوه قوي، دعايه مباشره جميله جدا. حضرتك بالنسبه لعدد الركاب، احنا قلنا لحضرتك في 2010 كان حوالي 450 الف راكب. 2018 لغايه دلوقتي في احصائيه ولا؟ يا فندم موجود 2018 لغايه النهارده تقريبا كده، يعني تقريبا 33000 راكب شهريا. شهريا 33000 راكب. اكزاكتلي يا فندم، 228000 راكب مصري و37000 راكب اجنبي لغايه النهارده. في احصائيه مثلا الاجانب اكتر حد من فين، من اي بلد؟ ما انا قلت لحضرتك الامريكا، امريكان الاربع جنسيات فندم، الامريكان والانجليز ده من على النت، والصينيين والاستراليين. ظهرت دول جديده خالص في 2018 بتركب معانا سالد اول مره، زي كولومبيا واندورا. اندورا دي دوله صغيره جدا بين اسبانيا، صغيره جدا ديت لنا، وفرنسا وتايلاند. فرنسا كانوا بيركبوا معانا قبل كده، ولكن السنه دي زادوا عن السنه اللي فاتت بنسبه 85%. جميل جدا. طب بالنسبه للحجز بالابلكيشن، لو مثلا كومساري جاي يسال عن التذكره هنديله ايه؟ هو التذكره بتاعتي يا فندم بيجي مجرد ما خلص الحجز نفسه بيجي على الايميل بتاعي التذكره نفسها، ممكن اطبعها او اوريها له على الموبايل او على الموبايل. المحصل معاه كشف وما هاند هيلد، الهاند هيلد عن طريق الباركود بيكشف بيه على تذكره بيتاكد دي تذكرتك. فالاجراء ده خلاص يعني تعودنا عليه بقالنا اكتر من سنه مع الحجز على الموقع والناس خلاص تاهلت بيه. اللي هيكون جديد في الموبايل ممكن يكون على الموبايل نفسه كتذكره. جميل جدا. القطارات او العربيات اللي هي التوب في اي بي، طب نتكلم على قطر النوم كله فندم، بس التوب في اي بي، التوب في اي بي عدد قليل من العربيات قليل. انا عندي الاسطول حضرتك حوالي 101 عربيه، منهم 55 عربية أسباني دي دخلت خدمة سنة 94 وحضرتك شفت شكلها، و 46 عربية ألماني دي اللي دخلت خدمة سنة 80. بيتكون قطار النوم من عدد معين من العربيات حسب الحجز، ماكسيموم بيبقى 13 عربية زائد عربية نادي. اللي هو المطعم او اللي هو المطعم بنسميه عربية النادي او المطعم ده. جميل. بس القطر كله بيبقى نوم ولا في عربيات؟ القطر بالكامل بيبقى نوم، بيبقى الاول كراسي في الاول لغاية ما تقدم لك خدمة العشاء، لان طبعا كله بيطلع من الساعة 8 وبعد كده بعد خدمة العشاء بيتقفل الكرسي ده وبيتقلب سرير نوم. العربيات بتبقى الكابينة سريرين، واحيانا بيبقى في بعض نوع العربيات اللي هي الاسباني بيبقى الكابينتين بيتفتحوا على بعض، بيبقى حوالي الحجر اربع سراير. دي لو اسره يبقى حاجه كويسه، تمام، اسره بتبقى ممتازه جدا وخاصه لو في عطل. هل في خدمات جديده في قطاع التكنولوجيا يا باشمهندس خالد؟ مش خدمات جديده، ده النهارده جميع مشروعات الدوله التكنولوجيا ليها نصيب الاكبر في المشروعات. لو خدنا قطاع السكه الحديد او لا، انا بتكلم عن القطاع السكه الحديد طبعا، السكه الحديد بالذات. اصل ترانس اي تي برضه كوزاره ليها شغل اخر في البيئة التيار، انما كسكه حديد وده يعني اهم مرفق عندنا طبعا. اشارات كلها تكنولوجي، الجرارات كلها تكنولوجي، العربيات اللي هتيجي ان شاء الله في العادي كلها تكنولوجي. الصيانه يا باشمهندس، ما لسه ولا حاجه بقى. دور شركتنا ان احنا النهارده بنقول جميع مشروعات نوفر فيها الدعم الفني فيما بعد ازاي. بنشارك الشركات العالميه دي، مش كل المشروع طبعا، بنشارك مع الشركات العالميه عشان بعض النو هاو الدوكيومنتيشن السوفت وير، بحيث ان بعد كده يكون السبورت مصري بنسبه كبيره جدا. جميل جدا. طيب نروح ل قبل ما نختم الاستطلاع الراي بتاعنا، ثقه الناس في، هل انت راضي عن مستوى الخدمه اللي بتقدمها سكك حديد مصر؟ نعم ام لا؟ كامل النسبه،
68 نعم، 32 لا، يعني كويس برضو، نسبة كبيرة جدا. بس يعني واضح انه يعني حتى لو كانت هي دي عينة عشوائية فهي بتدينا انديكيشن، بتدينا يعني اشارة على انه في رضا شوية عن منظومة السكة الحديد رغم كل اللي بيحصل، الحوادث اللي بتحصل احيانا، وطبعا في معظم دول العالم بتحصل برضو حوادث احنا مصابناش لا، لكن مسألة انه تعاد ترجع ثقة الراكب المصري في سكك حديد مصر دي مسألة مهمة جدا، وطبعا ده لن يأتي الا بالصيانة الدورية، الاهتمام بالمستوى الجودة اللي بتقدم للناس. ويمكن المثال اللي احنا يعني عرضناه النهاردة يعني خطوة في طريق تطوير هذا القطاع الحيوي، بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ويا رب ده كله يعني ينعكس ايجابا على الراكب المصري، خاصه زي ما قلنا مواسم والاعياد اللي احيانا او حتى مش احيانا، خلينا نتكلم بصراحه انه يعني في ناس كتير جدا ما بتلاقيش تذاكر فبتضطر انها تركب ميكروباصات واوتوبيسات. سكك حديد مصر من القطاعات المهمة والقديمة والتاريخية، فيجب أن يعود لها رونقها. فاكرين حضراتكم يعني الأفلام القديمة لما كانوا بيسافروا في القطر، ده يعني تبقى رحلة يعني نتمنى أن يعود السفر بالقطار ليكون رحلة إن شاء الله. شكرا جزيلا المهندس خالد عطية وسيادة اللواء محمد نصر الله، شكرا جزيلا. بعد الفاصل هنلتقي في فقرة جديدة مع الكوتش كريم إسماعيل، فقرة نقدر. الأسبوع اللي فات تكلمنا عن التسويف، عن التكاسل، النهاردة بقى هنتكلم عن فن إدارة الوقت، إزاي ندير الوقت لكي لا يضيع، بعد الفاصل بإذن الله.